طيب تعالوا نروح لحاجة تانية خالص. في كفر الشيخ الأشجار اتحولت في شوارع المدينة للوحات فنية ناطقة تعبر عن الحضارات والعصور اللي شهدتها مدن وقرى محافظة كفر الشيخ. بقى في لمسة جمالية في التعامل، يعني هو نبت الرحمن دايما جميل، أي شجرة أي نبتة أي حقيقي بتبقى جميلة. أنا من الناس اللي تحب تشوف الزرع والخضار طول الوقت، أمنية حياتي إن أنا أعيش في محيط كله أخضر حواليا، زي ما كده مثلا أمنية حياتي أشوف جبل المقطم عامل زي جبل لبنان أخضر على رأي ستة فيروز، أخضر وحلو، يا أخضر يا حلو. طيب فطالبات كلية التربية النوعية هناك في كفر الشيخ عملوا هذه اللمسة الجمالية والتي نالت إعجاب الأهالي. هنشوف تقرير، بس أنا عايز حاجة بقى. أنا دايما بقعد أفكر، هو إحنا ليه عمليات ومشروعات التشجير بتاعتنا في مصر؟ أنا بقترح ده جدا، يعني جدا، إنها تبقى أشجار مثمرة، يعني مش بس أشجار جميلة خضراء رائعة شكلها جميل وبتاع، أشجار مثمرة. يعني أنا بقعد دايما كده أتصور، يا سلام سلم لما يبقى مثلا انتوا عارفين ان هو الجزء اللي في النص في طريق مثلا مصر اسكندريه الصحراوي ده شجر زيتون، تخيل انه يبقى شجر زيتون وبرتقان مثلا، يعني تخيل ان احنا نمشي في الشارع فيبقى الصفين بتوع الشجر اللي حوالينا مثلا ليمون ونخل بلح ايا كان نوعه، يبقى خوخ، يبقى حاجات مثمره. اه والله، ليه؟ اولا بيبقى شكلها حلو جدا ومبهجه جدا، التناغمات اللونيه ما بين الاخضر والوان الثمار بقى، ده برتقاني وده احمر وده اصفر وده بني وده مش حاجه جميله جدا جدا، مش متخيلين بيبقى شكلها حلو ازاي. وزهور الفاكهه بتبقى شكلها كمان جميل قبل الاثمار. ومش بس كده، اي حد من حقه يقطف وياكل بالمناسبه، بس ما يطمعش يعني اقطف وكل، مفيش داعي تاخد حاجه وبعد كده ترميها. فكره فكروا فيها. خلونا نشوف التقرير وبعدين نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. احنا كنا الاول بنشتغل، بس الكلام ده حصل بقاله 3 سنوات، يعني كنا بنشتغل جوه الكليه وبنعمل شغل ابداع يعني، بس ما كانش حد حاسس بينا والولاد مش حاسين ان شغلهم متشاف. فقعدت معاهم في يوم وقلت لهم ايه رايكم نبتدي نخرج بره، في اللي وافق وفي اللي خاف من طبعا حد يضايقهم من اللي رايح ومن اللي جاي وكده. خدت راي رئيس الجامعه، قال لي فكره جميله جدا، دعمني، والمحافظ كان برضو وفر لنا الخامات كلها. ده مشروع سنه رابعه منزلينه، فالدكتوره حبت ان احنا نعمل، بما ان احنا تربيه فنيه فان احنا يبقى لينا دور في تجميل المحافظه. فايه اللي احنا عملناه؟ احنا طبعا في حاجات كتيره قوي الولاد عم بيعملوها كل سنه بتتغير، فالسنه دي قلنا ان احنا نجمل الشوارع بالشجر. الشجر ده هو محك لكل حد رايح جاي قدامه، اي حد ممكن بيقف تحت شجره بيتضلل تحتها، فلازم يبقى شكلها حلو وملائم لشكل البيئه. احنا كمان يبقى الكلام اللي احنا بنقوله اللي بندرسه للطلبه يبقى ظاهر في شغلنا في الشجر في الشوارع وكده. نماذج متميزة جدا من الطلبة والطالبات في كلية التربية النوعية في مشروعات بتاعتهم، وفي منهم اللي دلوقتي ليهم مشروع خاص وبدأ يعمل ماركتينج أو براندينج للمنتج بتاعه، وإحنا بنساعدهم على كده، وده دورنا وواجبنا وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية النابغين والموهوبين من الطلاب وتوفير كل الإمكانيات عشان هو يقدر يعني يعمل فرق ويكون رائد من رواد الأعمال ويكون قادر على أنه يوفر فرصة عمل بعد التخرج لنفسه ولزملائه. فده واجبنا وده الدور اللي احنا المفروض نقوم بيه، واحنا حريصين نقوم بيه على أكمل وجه. بدأنا اللي احنا أول حاجة نشوف الموقع اللي احنا هننزل فيه ونشوف الحاجات المناسبة اللي احنا ننفع نعملها فيه، تمام. بس بدأنا الدكتورة والكلية وفروا لنا الخامات وبدأنا ان احنا ننزل بنشوف الأماكن معينة وبننزل تصميمات يعني بتكون لايقة مع الموقع اللي احنا فيه، موقع جمالي اللي هو موقع قدام محافظة كفر الشيخ، تمام. وبدأنا ان احنا نفذناه مع زملائنا. وبس انا شايفة ان المشروع ده مهم جدا، ان هو شوية بينشر الوعي الفني
بيجمل المكان، يعني الجناين بتاعت المحافظة قدرنا نجملها بمنظر الشجر، وده على طول المكان هنا، المكان كله شكل الشجر مختلف وشكله جميل أحسن ما كان بس يبقى مجرد الخشب كده بس، ده شكله بقى أحلى، ادينا منظر للمكان، الناس بقت بتقف تتصور مع الشجر، لما جينا حتى نزلوا لنا صورة وإحنا شغالين في الشجر ده على صفحة المحافظة، الناس كلها كانت مبسوطة بيه وبيقولوا قد إيه الموضوع فارق معاهم وفارق في منظر المكان. أدوات بتكون عبارة عن مادة الخام اللي هي بتكون مادة البلاستيك، تمام، بنكون فيها منها اللون البيور اللي هو الأبيض، تمام، فبنقدر ان احنا نخلط بيه الالوان اللي هي السكيب او الالوان اللي هي بتكون برضو بيور الوان صريحه، تمام، فبنعمل عمليه مزج ما بين الالوان وبنطلع يعني بنحسب التصميم بنطلع الالوان بتاعتنا، تمام، والاشكال سيده العميده اتكلمت معانا في موضوع الاشكال ده والتصميم اللي احنا هنشتغل عليه اصلا لازم أن يكون عباره عن حاجه اللي يشوفها يفكر فيها او ان هو يحس ان هو فعلا قدام لوحه فنيه او لوحه جماليه.